معانا زميلتنا ريما مكتبي مفادة العربية من لبنان، وكان ليها يعني تغطية متميزة جدا اليوم. أهلا ريما. مساء الخير استاذ عمرو، وشكرا للاستضافة. خليني استغلك استغلال صحفي، الوضع دلوقتي على الأرض عامل ازاي؟ تمكنت القوات الأمنية بوسط بيروت يعني بخلال أقل من ساعة من إخلاء مئات أو عشرات المئات من المتظاهرين من وسط بيروت. أستاذ عمرو، تعرضنا لثلاثة أو أربع هجمات على الأقل الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين، ويعني صراحة كانت مفاجأة كثير فجائية، ما عملوا طلقات إنذارية مثل العادة، فتعرض كثير من المتظاهرين ومن بين كم كبير من الصحفيين وسيارات البث، يعني صار في عملية دفع كبيرة، صار في حالات اغماء، فريق العمل معي تعرض للاغماء، ونحن وانا كمان الانبه المسيله للدموع دخلت سياره البث، فكان الوضع صعب كثير. حاليا انا وعم بحكيك واقفه على مشارف وسط بيروت، الطرقات خاليه، فيها عدد كبير من الاجهزه الامنيه وعم بيحاولوا انه يعيدوا الطرقات ل يعني حياتها الطبيعيه من دون المتظاهرين. الوضع عند القصر الرئاسي في معبده عامل ازاي؟ كان كثير لافت انه المتظاهرين ظهروا ذهبوا الى قصر بعبدة. يمكن المشاهدين اللي عم بيتابعوك ما دائما بيعرفوا تفاصيل السياسه اللبنانيه تاريخيا، لكن ميشيل عون كان بقصر بعبدة باواخر الثمانينات او التسعينات، و يعني قبل نهايه الحرب اللبنانيه، وكان في مظاهرات مؤيده لإله. كان يعني كثير لافت انه يذهب المتظاهرين الى نفس القصر، قصر الجمهوري، وميشيل عون هالمره هو رئيس الجمهوريه. التظاهرات كانت عام 89 تحديدا مطالبه فيه انه يكون رئيس وداعم لميشيل عون، وب 2019 المتظاهرون ذهبوا لقصر الجمهوري ليعترضوا على الأداء السياسي للرئيس ميشيل عون وتياره التيار الوطني الحر والرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة وكل الأحزاب اللبنانية المشاركة بالسلطة وحتى اللي خارجها. بكل بساطة أستاذ عمرو، يبدو أنه المواطن اللبناني طفش وطفح الكيل كما بيقولوا بالعامية اللبنانية. طبعا يبدو انه يعني الدعابه اللي كانت بتتقال من امبارح لغايه النهارده ان هي ضريبه الواتساب هي اللي السبب، طبعا ده امر غير حقيقي، هي تراكمات على مدى سنوات. يعني لا يمكن استاذ عمرو تحميل ما يجري الان الى حكومه الرئيس الحريري فقط. هيدا وضع سياسي قائم بلبنان، اذا موضوع الطائفيه، موضوع الطائفيه عمره من عمر لبنان، ما عمره سنة وسنتين وعشرين وثلاثين من قيام دولة لبنان موجودة هذه التوزيعات الطائفية، المحاصصة السياسية، الانتخابات جاءت بهذه الطبقة السياسية مع أنه كان الظرف صعب وكان الوضع الاقتصادي صعب، لكن التريجر مثل ما بيقولوا أو القشة اللي قدمت ظهر البعير هي الضرائب اللي وضعتها حكومة في الأسابيع الماضية. للأمانة استاذ عمرو، أنا التقيت بعدد كبير من يعني المسؤولين، اتصلت فيهم، تحدثت معهم، التقيت بخبراء اقتصاديين. الخطوات والخطط اللي وضعتها الحكومة وفريق رئيس الجمهورية الاقتصادي لإنقاذ لبنان اقتصاديا خطط جيدة جدا، لكن تنفيذها يعني يحتاج لبعض التضحيات من قبل الأحزاب، بعض الأحزاب منها حزب الله وحركة أمل، وهن عم يرفضوا ياخذوا هكذا إجراءات غير شعبوية، وإذا ما أخذوا هالإجراءات سيذهب لبنان إلى يعني الانهيار الاقتصادي التام وربما سقوط الليرة اللبنانية إذا استمر الوضع هذا الحال. ريما، ما عرفناش لغاية دلوقتي موقف حزب الله مما يحدث، يعني أنا طبعا عارفين إنه حسن نصر الله سيتحدث غدا، ولكن حتى الآن ما فيش موقف واضح لحزب الله. عندما يتحدث حزب الله بلسان أمينه العام السيد حسن نصر الله على الشاشة، ليس بالضرورة الموقف الحقيقي على الأرض. المواقف هي
السياسية ستطلق غدا، سنستمع لها. لكن كان واضح المظاهرات في مناطق ذات الغالبية الشيعية الموالية لحزب الله، يعني ما كنا نتوقع أبدا النقباطية بقرى وبلدات لبنانية في جنوب لبنان وفي بيروت أن تطلق شعارات ابتعاد وشعارات معارضة لهذه الطبقة السياسية. للصراحة مش واضح إذا كان لإعادة حزب الله ولا لا، بس خليني أقول لك نبض الشارع اللبناني من أشهر لليوم، العقوبات الاقتصادية الأمريكية اللي طالت بعض البنوك التابعة للطائفة الشيعية بلبنان حيث تودع الكثير من أموالها تحديدا جمان تراست بانك، والعقوبات الاقتصادية اللي طالت بعض الشخصيات المحسوبة على حزب الله خلقت الكثير من البلبلة في الشارع الموالي لحزب الله، وبالتالي في أزمة اقتصادية يمكن وطئتها أكبر على جمهور حزب الله من باقي الشعب اللبناني بسبب موضوع العقوبات الاقتصادية. إذا هل حرك حزب الله هذه التظاهرات لإنقاذ حكومة الحريري؟ مش واضح بعد، ولكن لا شك أنه في طابور خامس أو طرف آخر يحاول نزع السلبية عن طابع هذه التظاهرات وجعل تظاهرات عنف، وبالتالي عملية تكسير وسرقة وغيرها حصلت من قبل منسمين على دراجات هوائية، من قبل مخلين من أمن، البعض يقول أنه محسوبين على موالين حزب الله وحركة أمل، ولكن طبعا ما فينا نتكلم أو حتى نوجه يعني التأكيدات على هذا الموضوع قبل ما الأجهزة الأمنية تأكد القضية. ريما مكتبي مفادة قناة العربية للبنان، بشكرك شكرا جزيلا وبشكرك على التغطية المتميزة اليوم، شكرا لك على مداخلتك.